تنظم وزارة الشباب والرياضة احتفالية شباب مصر بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 5000 شاب وفتاة من جميع المحافظات ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لتعزيز دور الشباب في المجتمع. وللمزيد مشاهدينا ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. لك محمود. تحياتي لكم رجائي وهبة ولكل السادة المشاهدين. بالفعل نحن نتواجد الآن في العاصمة الإدارية الجديدة، نتابع معكم هذه الاحتفالية الكبرى التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة والتي تأتي ضمن الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها الوزارة لدعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الثقافية والرياضية المختلفة، وأيضا في يعني المشاركة في بناء المجتمع. هذا المكان الذي تتم فيه هذه الاحتفالية هي ساحة الشعب، أحد أهم المميزات والأماكن الترفيهية الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تستضيف مثل هذه الحفلات. فنحن نتحدث عن ساحة الشعب التي تتميز بوجود مسرحين مكشوفين وأيضا بسعة الأكثر من 6000 مقعد. نتحدث اليوم عن وجود أكثر من 5000 شاب وفتاة من مختلف المحافظات جاءوا إلى ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة. ترى من خلفي الآن التجهيزات النهائية لبدء هذا الحفل بعد قليل بحضور وزير الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين والمحافظين أيضا وعدد كبير من شباب وزارة الشباب والرياضة. اليوم سيكون هناك عدد كبير من الفقرات الفنية والثقافية والترفيهية المختلفة، والذي سيقدم هذه الفقرات هم شباب وزارة الشباب والرياضة من خلال أوركسترا الشباب والرياضة وأيضا برنامج الطلائع وكل البرامج الخاصة بوزارة الشباب والرياضة. وسيكون أيضا هناك حفل فني للفنان محمود العسيلي في نهاية هذا الحفل، وأيضا سيكون هناك الإعلان عن إطلاق مبادرة صيف شبابنا. هذه المبادرة التي تدعو وتشجع الشباب على المشاركة في كل الأنشطة الرياضية والثقافية المتنوعة خلال فصل الصيف من خلال كل الإدارات المختلفة داخل وزارة الشباب والرياضة. سيكون أيضا من بعض الفقرات الحديث على الإنجازات التي يعني قدمتها وأنجزتها الدولة المصرية، خاصة في هذا المكان وهو في الذي يدل على الجمهورية الجديدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة. فكل هذه الأحلام وكل هذه المشروعات لخدمة هذا الجيل وتنفيذا أيضا لرؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بتمكين الشباب ودعمهم أيضا ووجودهم في مختلف البرامج وأيضا الأماكن المختلفة داخل الدولة. أيضا نتحدث عن سيكون هناك بعض الفقرات أيضا الخاصة عن النماذج الشبابية الناجحة التي تخرجت من بعض البرامج والمسابقات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة والآن يعني يشغلون بعض المناصب القيادية وبعض المناصب الهامة. فيعني هذه نماذج ناجحة سيكون لها أيضا كلمة خلال هذه الاحتفالية اليوم. نرى من أمامي الآن عدد كبير من الشباب الذين بدأوا في التوافد إلى ساحة الشعب هنا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لأننا نتحدث عن مساحة كبيرة لهذا المكان وأيضا من خلف المسرح الذي سيستضيف كل الفرق المختلفة لإقامة احتفالية كبيرة احتفالا بالإنجازات التي تتم واحتفاءا أيضا بالشباب ودعمهم. وسنتابع معكم بالتأكيد كل الفقرات الخاصة بهذا الحفل. عودة إليكم مرة أخرى من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، كنت معنا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أشكرك شكرا جزيلا.